وحول البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق تضامنا مع ثورة سوريا في ذكرها 11، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في الهيئة دكتور ثامر العلواني. أهلا بك معنا دكتور ثامر. حياكم الله أخي الكريم. أهلا بك دكتور ثامر. يعني 11 عاما كما تعلم مرت على ثورة السورية، وأصدرتم في هيئة علماء المسلمين بيانا تضامنتم فيه مع كفاح الشعب السوري. إذا كان ذلك منطلق الهيئة الوقوف مع نضال الشعوب، كيف تنظرون في الهيئة لما آلت إليه الثورة في سوريا؟ ثورة الشعب السوري كانت على قامت على الظلم الحيث الذي وقع على الشعب السوري بسبب الاستبداد والاستهانة بأرواح الناس وكرامتهم. وللأسف النظام السوري لم يعالج الأمور بالعقل والحكمة، وإنما استخدم لغة الحديد والنار وسفك دماء الشعب السوري لإرتاعه وإخضاعه لسفاكي الدماء الذين يحرقون البلاد والعباد من أجل أن يستمروا في السلطة ومن أجل مصالح شخصية. والهيئة بيّنت في بيانها أن الثورة ما زالت مستمرة، ثورة الشعب السوري، على الرغم من مرور 11 سنة على انطلاقها. واستخدمت روسيا وإيران والنظام السوري أبشع أنواع الأسلحة الفتاكة لوعد هذه الثورة، ولكنها بقيت إلى يومنا هذا رغم الملايين ملايين القتلى والمهجرين في شتى بقاع الأرض. للأسف لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن هناك أناس يحرقون الدنيا وملايين البشر من أجل استئثارهم بالسلطة. وللأسف هذا ما فعله النظام السوري وبشار الأسد في الشعب السوري الذي أثبت أنه شعب أصيل مقاوم لا يرضى بالرضوخ للظلم ولجرائم تكرار جرائم الحرب. نعم دكتور ثامر، يعني كيف ترى أيضا تعاطي النظام العالمي والعربي مع الثورة السورية وما رشح عنها من نضال يدفع فيه بطبيعة الحال الشعب السوري في الداخل وفي الشتات ثمنه؟ للأسف النظام العربي والنظام الدولي مشترك بشكل مباشر أو غير مباشر في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري، فهو يرى ويسمع ويشاهد جرائم يوميا، جرائم حرب يرتكبها النظام السوري وإيران وروسيا والميليشيات التابعة لهم، والعالم كله يتجاهل هذه المشاهد البشعة. وهذا مشهد مخزن لكل هذه الدول التي طالما ادعت أنها تدافع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي، ولكن مأساة الشعب السوري فضحتهم وكشفت حقيقتهم وأسقطت أقنعتهم الزائفة التي تخفي خلفها وجوها إجرامية وممارسات عنصرية مقيتة. المجتمع الدولي تعامل بجدية مع الحرب الروسية الأوكرانية ووقف مع الأوكرانيين بشكل كبير جدا، ولكنه تجاهل على مدار 18 سنة مأساة العراقيين وتدمير العراق وقتلهم وتهجيرهم، وأيضا تجاهل مأساة سوريا رغم مرور 11 سنة. فهو يكيل للأسف بمكيالين مقيتين ولا يتذكر معاناة السوريين أو العراقيين أو اليمنيين إلا ليستفيد منها في حربه الإعلامية ضد روسيا وإيران. أيضا ما هو الدور الذي لعبته وتلعبه أيضا كل من روسيا وإيران في يعني استمرار معاناة الشعب السوري حتى الآن؟ إيران وروسيا والنظام نظام بشار الأسد هم أركان جرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعب السوري، وهم مسؤولون مسؤولية مباشرة عن ملايين القتلى وملايين الجرحى والمهجرين بالشعب السوري. إيران وروسيا الآن تحتل سوريا بشكل مباشر وتقتل أبناء الشعب السوري وتهجرهم، وللأسف النظام العربي يصمت ودول العالم تقف متفرجة، بل ومنها من يشارك هؤلاء المجرمون في قتل السوريين. فللأسف روسيا وإيران هم المتسببان الرئيسان اللذان يدعمان نظام بشار الأسد في قتله للشعب السوري. نعم، بحسب أيضا في ظل كل هذه المعطيات، يعني حبذا لو تطلعنا على يعني ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدمها الهيئة للشعب السوري وقادة ثورته؟ الهيئة في بيانها وجهت دعوة مباشرة إلى القادة السوريين من أصحاب الرأي وأصحاب الفكر وقادة الثورة والمقاومة السورية ضد الاحتلال الإيراني والاحتلال الروسي،
ودعتهم إلى تغليب عوامل الوحدة وبذل الجهود لتوحيد الكلمة ورص الصفوف لمواجهة النظام الدموي السوري والاحتلال الروسي والإيراني لسوريا، من أجل وصول قوى الثورة والمقاومة إلى السداد وإلى التمكين، وعدم الانشغال بجزئيات صغيرة لا قيمة لها أمام الأهداف الكبيرة للشعب السوري الذي عانى ويلات الظلم والحرب الدولية الدموية التي ارتكبت أبشع الجرائم من أجل أن تثني الشعب السوري عن تحقيق أهدافه وغاياته. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لك.